السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه حلويات اسماء. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه ديال الخبز، كيجي مفشفش ولذيذ جدا، بالاضافه كتعطي واحد البنه كيف ما كتشوفوا. ايضا الشكل ديالو كيجي زوين، كيجي محمر، وكذلك الطريقه ديالو مبسطه بمقادير جد مضبوطين، ما كاينش على عينك ميزانك، ناجح مليون في الميه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، فرجه ممتعه. إذا على بركة الله، بالنسبة للمقادير غادي نحتاج 400 غرام ديال دقيق القمح الصلب أو الفينو أو سميد ناعم جدا، يمكن لكم ديروا السميد في بلاصة من الدقيق. المقادير بالكاس غادي تلقاوهم مكتوبين في صندوق الوصف. غادي نحتاج 250 غرام ديال دقيق أبيض، غادي نحتاج الملح على حسب الذوق، أنا دائما كندير ملقة صغيرة. غادي نحتاج معلقة كبيرة ديال الزبدة، معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، غادي نحتاج معلقة كبيرة ديال السكر الخشن كيبقى اختياري، غادي نحتاج 4 ديال القطع ديال الجبن المثلث، وهذا هو يعني المكون المميز في الوصفه كيعطيها واحد المذاق زوين. وهنا عندي 350 غرام ديال الماء يكون سخون ماشي دافي وماشي طايب في نفس الوقت. غادي نقول لكم السبب ديال استعمال ديال الماء الساخن بدل الماء الدافئ. فغادي نمر مباشره للطريقه ديال التحضير. 350 غرام ديال الماء سخون كيف ما قلت كنضيفو فوق من دقيق ديال الفينو او فوق من السميده اللي استعملته. غادي نستعملو واحد الملعقه خشبيه ولا سباتولا باش نحركو، طبعا باش ما يحرقناش الماء لانه ساخن. حركو مزيان حتى غادي يتشرب لنا تماما هذا الدقيق او هذه السميده داك الماء. علاش كنستعملو الماء سخون؟ الطريقه هذه اللي جربتها عده مرات كتخلي الخبز ديالنا يجي طري، لان كنعرفو يعني السميده او الفينو كيجي به الخبز شويه قاسح او شويه ناشف. هاد الطريقه هادي ديال الماء السخون كتخلي دوك الحبيبات ديال الدقيق او ديال السميده كيرطابو، ومن بعد فاش كنعجنو كتجينا واحد العجينه رطبه وواحد الخبز رطب. فكنخلي داك الدقيق حتى كيتشرب الماء مزيان، كنشوف اذا الحراره ديالو نزلات عاد كنزيد عليه باقي المكونات، والا كنخليه حتى كيدفى. غادي نزيد عليه جميع المكونات دقه واحده، ما يحتاجش انني نضيفهم يعني بمراحل، ولا المهم كنضيف كلشي في مره. وكندير العجين ديالي التعجن، عجنتو بيديكم ماشي مشكل، هاد العجينه راه ساهله باش تعجن، ماشي جاريه، ما كتلصقش بزاف في اليدين، عجينه متماسكه والقوام ديالها متماسك كيف ما غادي تشوفوا، وكذلك المقادير مضبوطين كيف ما غادي تشوفوا معايا. ما تحتاجوش انكم تزيدوا الماء ولا تزيدوا الدقيق، وغادي تشوفوا معايا القوام ديالو كيفاش خصو يكون. العجينه ديالي صافي هي تجمعات كيف ما كتشوفوا، ما ضفتش نهائيا الماء ولا الدقيق، كتجي بهذا الشكل هذا كتكون متماسكه وفي نفس الوقت يعني ماشي قاسحه. كنخليها تدلك مزيان او كندلكها مزيان باليدين حتى كترجع بحال هذا الشكل، يعني تقريبا بحال الشكل ديال العجينه ديال المسمن ولا متماسكه شويه على العجينه ديال المسمن. غادي نغطي عليها ونخليها حتى غادي تخمر مزيان وتضاعف الحجم ديالها بهذا الشكل، وكنوضعها فوق من سطح العمل ديالي بلا ما نرش الدقيق ولا والو، يعني كنتحكم فيها بكل سهوله، ما كتلصقش معايا نهائيا كيف ما كتشوفوا. فانا غادي نشكلها دائما على شكل بودا، ومن بعد كنقسمها، ديروا القياس او الحجم اللي بغيتوا. العجينه ديالي غادي ندير منها 9 ديال الخبيزات، فكيجيو في واحد الحجم متوسط ماشي صغار وماشي كبار. انا دائما غادي نستعمل الميزان باش غادي نعبر الخبز ديالي، فغادي ندير 120 غرام تقريبا في كل قطعه ديال العجين. غادي نكورهم هكا غير كنجمعهم وكنوضعهم على جنب حتى غادي نسالي العبار، باش الا تبقات ليا في الاخير شويه ديال العجينه كنضيفهم او كنضيفها على الكويرات. كيف ديما الا ما كانش عندكم الميزان او ما بغيتوش تستعملوا، ديروا غير عينكم ميزانكم.
انا من بعد ما عبرت الخبيزات ديالي كيف ما كتشوفوا 9 ديال الكويرات او 9 ديال الحبات، كنبدا كنشكلهم او نقادهم مزيان بشكل كروي كيف ما كتشوفوا. شحال ما قديناهم شحال ما جا الشكل ديالهم زوين من بعد فاش كيطيبوا، وكيجيو بحال الشكل ديال الخبز اللي كيتباع في المخبزات. فكنحاول نقادهم بالطريقه اللي كتناسبكم، ومن بعد كنغطي عليهم بمنديل وكنخليهم يرتاحوا مزيان مده ديال 15 دقيقه تقريبا. هاد المرحلة مهمة باش مني غادي نجي نطلق العجين ديالي كيبقى محافظ على الشكل ديالو وما كيجيش عوج، فدائما نريحو العجينة قبل ما كنطلقوها او نشكلوها. غادي ناخذ في هاد المرحلة شوية ديال الفينو ولا السميدة اللي استعملته، وكنحاول انني نفند فيها هاد الكويرات هادو او هاد الخبيزات بهاد الشكل احسن، ونستعمل دلاك باش غادي نطلق العجينة ديالي او الكويرات ديالي كيف ما كتشوفوا بشكل دائري بهاد السمك هذا. ما ترققوهمش بزاف، وفي نفس الوقت ما تغلظوهمش او ما تخليوهمش غلاط. غادي نتابع بهاد الطريقه كيف ما كتشوفوا، كنفند في الدقيق وكنستعمل الدلاك باش نبسط العجين، نوضعهم في اللاطه ديال الفران، وغادي نتلاقاو باش نشوفوا التتمه. من بعد ما ساليت استفت الخبيزات في اللاطه كيف ما كتشوفوا غادي تلاحظوا انهم مقاربين شويه، ماشي مشكل لان العجينه عندنا متماسكه ما غاديش يتلاصقوا بواحد الشكل كبير. واكيد الا ما بغيتوهمش يتلاصقوا نهائيا فديروا لاطه اكبر وبعدوا ما بيناتهم. كنرشهم من الفوق بشويه ديال الفينو او السميده، وكنخليهم حتى يخمروا مزيان وتضاعف الحجم ديالهم بهذا الشكل. وطبعا ردوا البال انكم تخليهم يخمروا اكثر من القياس. دابا مع البرد انا كنسخن الفران كنطفي عليه وكندخلهم، ما كيفوتوش 20 دقيقه صافي كيكونوا خامرين. كنسخن الفران قبل ما كندخلهم مزيان لواحد المده ديال 10 ديال الدقائق حتى 15 دقيقه اذا كان الفران ديال الضوء. اذا كان الفران ديال الكهرباء 5 ديال الدقائق، عفوا الفران ديال الغاز 5 ديال الدقائق راها كافيه باش غادي يسخن لكم. كنشرط الخبز الطريقه اللي بغيت، انا غادي ندير هكا 3 ديال التفليحات وكندخل الخبز ديالنا يطيب. اكثر سؤال كيجيني في القناه وكذلك على الانستغرام، شنو هو السر ديال اللون الذهبي ديال الخبز؟ ما كاين حتى شي سر من انكم تعرفوا الفران ديالكم. انا كنستعمل الفران ديال الغاز اللي اغلب المعجنات اللي عندي في القناه نطيبهم فيه، وكنستعمل ايضا الفران ديال الضوء ديال الكهرباء اللي غادي نطيب فيه الخبيزات. بالنسبه للطريقه ديال الفران ديال الغاز، ندخلوا الخبز ديالنا الفوق او النار دائما تكون من التحت تكون متوسطه. غادي نخليو الخبز ديالنا حتى يتحمر مزيان من الجناب وكذلك من الاسفل، وملي كننزلوها ونشعلوا النار من الفوق كنديروا واحد النار قليله بزاف حتى كيقرب يتطفى الفران. بهذه الطريقه كياخذ واحد اللون مذهب ومقاد وكيجي بحال اللي كيتباع. بالنسبه للطريقه اللي غادي نطيب فيها انا في الفران ديال الكهرباء، كنشعلو على 200 درجه، كنشعل كذلك المروحه. المروحه كتخلي الفران يسخن اكثر من الفران العادي، فكندير غير 200. من بعد كندخل الخبز ملي كيبان لي انه تنفخ مزيان وبدا كيتحمر كنقص مزيان الحراره، نقدر نوصل حتى 160 وكنخليه يتحمر على خاطره. كنقلب مره مره اللاطه باش غادي ياخذ اللون من جميع الجوانب. واخا فيه المروحه كنحتاج انني نقلب اللاطه باش غادي يجي بحال هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا اللون ديالو كيجي رائع بزاف، وماشي ضروري نهائيا الفران ديال الضوء. انا كيف ما قلت اغلب المعجنات اللي عندي في القناه راهم الفران ديال الغاز العادي جدا. هذا هو الشكل ديالو، محمر من الاسفل وكذلك من الفوق، رطب جدا واسفنجي وكيجي فعلا بنين بزاف. كنصحكم تجربوه، اكيد غادي يعجبكم سواء الفطور او الكوتا ديال الوليدات. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، اشتركوا بالقناه وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم وارائكم وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف للمتابعه، نتلقى فيديو جديد إن شاء الله.